لا، هذا أثر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر مشهور أن الرجل إذا قام في الصلاة وضع الذنوب ثم ركع وسجد خفف إلى أن ينتهي من الصلاة. هذا أثر عن بعض السلف، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ريب أن الإنسان دخل في الصلاة وقام الصلاة على وجه مطلوب أتت على جميع سيئاته، فمقل ومستكثر. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والطاعات تكفر السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع، أي من ذنوبه. بعض الناس يذكر هذه رواية، هذه رواية عند الترمذي ليست عن النبي، عن في الصحيحين، وهي رواية شاذة غير محفوظة. المحفوظ في الصحيحين: رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. والحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، قال: غفر له مع آخر قطر الماء، يغفر لك في الوضوء مع آخر قطر الماء. فلا دع أن الحسنات تذهب السيئات وتزيل الذنوب. إنما اختلف الفقهاء والعلماء هل الطاعات تكفر الكبائر أم لا. قولا، القول الأول أن الطاعات لا تقوى إلا على تكفير الصغائر فقط، وهذا مذهب الجمهور، منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. والقول الثاني أن الطاعات قد تقوى وقد لا تقوى، قد تقوى على تكفير حتى الكبائر، وهذا اختيار أبي محمد ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة كبعض الأدلة التي قد تقدم ذكرها.